البيات بعد انتخاب البلدية كتير القصص بين هادي حبيش ورئيس البلدية كبراني. عملنا اتصال بالنائب هادي حبيش، أبدأ استعداده لوساطة تكون ببيته، وتواصلنا مع رئيس البلدية. طيب أنا الساعة 3 حكون عندك لنحكي بالتفاصيل. الوقت كان مالك وجوزيف بطريقهم للقبيات للقاء رئيس البلدية المنتخب حديثا عبدو عبدو، بمحاولة لإقناعه بإجراء مصالحة مع ابن بلدته النائب هادي حباش. نحن نعمل لكم الوسيط انه منلاقيكم ومجمعكم بقلب البلدية. انا ممنوعكم، بس انا بعتبر المصالحة هي اسفين لضرب البلدية. طلعنا من الاجتماع مع رئيس البلدية وهو غير موافق على موضوع المصالحة مع النائب هادي حباش.